السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إطار لتربية الملكان يحمل العوارض الخشبية المثبت عليها أيا كان، سواء كؤوس بلاستيكية عادية، سواء كؤوس بلاستيكية ذات قواعد، سواء كؤوس بلاستيكية صغيرة مثل هذا الشكل الخاص بجهاز نيكوت، ينزع من مكانه هنا بعد أن تبيض فيه الملكة، ثم يثبت في هنا في هذا المكان ويوضع في خلية ميتمة أو خلية معدلة لتربية الملكات، أو يتم صناعة كؤوس بلاستيكية ولو أنها مجهدة وتأخذ كثير من وقت النحال وتضيع الوقت كثيرا، إلا أنه يعني بعض الأشخاص يحبها ويرغب فيها. فإحنا هنا نستخدم قواعد جهاز النيكوت، سواء إما بوضع الكؤوس مباشرة أو التطعيم فيها عند الرغبة، يعني عند الرغبة نضع نكمل هذا تقريبا كل ستة بها 14 كاس، نكملها كلها بالكؤوس البلاستيكية المغموسة في الشمع مسبقا، وهذه معلومة مهمة جدا، يجب أن يكون الكأس مغموس جيدا في الشمع حتى يتقبله النحل أسرع وأفضل، ثم بعد ذلك يتم التطعيم في الكؤوس مباشرة وإدخالها إلى خلية معدة ميتمة لتربية الملكات. هذا يعني شرح مبسط للستبات الخاصة بتربية الملكات، وكل شخص يعني يصنع ما يلائمه، وأيضا في المحلات موجود إطارات جاهزة لتربية الملكات. السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم سامي المعيدي، قناة النحال العربي الحر.